بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شرح لعظمة التيبيا. طيب في البداية نبغى نعرف هل هي رايت تيبيا أو ليفت تيبيا. عشان نفرق إنها رايت تيبيا أو ليفت تيبيا عندنا شيئين أساسية لازم ننتبه لها. واحد تيبيال تيبرزتي نخليها أنتيريور وفوق، بالإضافة إلى الميديال ماليولس نخليها تحت وعلى ميديال باتجاه الجسم، اتجاه منتصف الجسم. طيب نيجي نحطها في الكوريكت بوزيشن على الجسم، نخلي التيبيال تيبرزتي فوق وأنتيريور، بالإضافة إلى الميديال ماليولس تحت وميديال على اتجاه الجسم، نلاحظ أنه هذه هي الرايت تيبيا. طبعا الميديال ماليولس هي العظمة البارزة في المنطقة هذه اللي هنا. طيب نجي نتكلم عن التيبيا. قبل ما نتكلم عن أجزاء التيبيا نبغى أذكر نقطتين مهمة. واحد، التيبيا هي الويت بيرينج بون في الليج أو في الساق، بحيث أنها هي العظمة المسؤولة عن حمل الوزن المحمول على القدم بالإضافة أو الساق. بالإضافة المعلومة الثانية هي الميديال بون، تمام؟ يعني هي العظمة اللي تكون أقرب للجسم من عظام الليج، العظمة اللي حتكون لاترال اللي هي الفيبيولا اللي بتكون في المنطقة هذه بتكون لاترال. طيب التيبيا، التيبيا تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية. واحد بروكسيمال إند، اثنين ديستال إند، ثلاثة الشافت إن بتوين أو بينهما. طيب نتكلم عن البروكسيمال إند. البروكسيمال إند هي المنطقة هذه اللي فوق، وتتكون من ميديال كوندايل ولاترال كوندايل، وهي هو الجهة المسؤولة عن الاتصال أو الاتحاد مع الميديال كوندايل أوف ذا فيمر، بالإضافة إلى اللاترال كوندايل أوف ذا فيمر بالشكل هذا عشان يسوي لنا اللي هو الني جوينت أو مفصل الركبة. طيب بعد ما عرفنا إنه إحنا عندنا ميديال كوندايل ولاترال كوندايل، في عندنا المنطقة هذه اللي موجودة في النص، وهذه المنطقة نسميها إنتر كوندايلر أريا. إنتر كوندايلر أريا تنقسم لثلاثة أجزاء: واحد أنتيريور إنتر كوندايلر أريا في الجهة الأمامية، اثنين بوستيريور إنتر كوندايلر أريا في الجهة الخلفية، ثلاثة إنتر كوندايلر إيمينينس وهي الجزئين البارزة بالشكل هذا في النص. طيب بالنسبة لللاترال كوندايل، من تحت فيها المنطقة هذه اللي هنا اللي نسميها الارتيكولر فاسيت اوف ذا فيبولا، لانها هي المكان اللي يتصل فيها الهيد اوف فيبولا مع اللي هي التيبيا بهذا الشكل. طيب بالنسبة للجزء بالنسبة للميديال كوندايل في الجهة الخلفية وراها هنا في عندنا السايت اوف اتاتشمنت اوف ذا انتر ميمبرينس مسل، تمسك في المكان هذا. طيب نبدا نتكلم الان عن الشافت. الشافت يتكون بكل بساطه عندنا في بدايته هنا فوق عندنا اللي هي التيبيال تيبرزيتي، وبالتالي عندنا 3 بوردرز و 3 سيرفيسز. اول بوردر اللي هو الانتيريور بوردر وهو الشارب بوردر، اثنين ميديال بوردر اللي يكون جهة الجسم ومنتصف الجسم، ثلاثة اللاترال بوردر اللي يكون جهة الفيبولا. طيب بالنسبة للأنتيريور بوردر اللي هو الشارب أو الشن، هذا اللي هنا البوردر الحاد جدا، والميديال بوردر بالإضافة إلى الميديال سيرفيس بينهما، هي هذا الجزء هذا يكون سب كيوتينيوس تحت الجلد مباشرة، ونقدر نحسه بكل بساطة. طيب بالنسبة لللاترال بوردر يكون في اللي هو الانتر اوسيوس ممبرين اللي يربط بين التيبيا والعظمة الأخرى اللي بجوارها اللي هي الفيبولا. طيب نيجي نتكلم عن البوستيريور بوردر اوف ذا شافت اوف ذا تيبيا، الجزء الخلفي او المنطقة الخلفية. في عندنا الخط هذا اللي هنا اللي هو خط جدا مهم اللي اسمه سوليال لاين او اوبليك، لانه جاي بشكل اوبليك لاين يكون موجود في الجهة الخلفية، وهذا الاوبليك لاين مسؤول عن المسل اتاتشمنت في هذه المنطقة. طيب نجي نتكلم عن الديستال بارت اوف ذا تيبيا. الديستال بارت بدها تتوسع بشكل بسيط في الاسفل، وعندنا نبغى نعرف فيها ثلاث اشياء. طيب عندنا قلنا العظمة هذه اللي هنا اللي تكون inferior وميديال اللي اسمها ميديال ماليولس، واللي تشكل العظمة اللي موجودة في أسفل القدم، وبعدين عندنا المنطقة هذه اللي اسمها الفيبيولر نوتش اللي مسؤولة عن الاتصال مع الديستال بارت اوف ذا فيبيولا، وعندنا بعدين في المنطقة هذه اللي هنا الارتيكولر سيرفيس مع التيلس، ونقدر نسميه تيلس الارتيكولر سيرفيس، أي أنه هو السيرفيس المسؤول عن الاتصال مع عظمة التيلس بالشكل هذا بالضبط.
هذا هو الميديال ماليلس وهذا التيلس والاتصال يحدث بينهما بالشكل هذا. طيب اذا كذا انا ابغى الخص الاتصال اللي يصير بين البروكسيمال اند مع البونز المتصله فيها والديستال اند مع البونز المتصله فيها. البروكسيمال اند تتصل مع الكوندايلز اوف ذا فيمر وتتصل مع الهيد اوف فيبولا بهذا الشكل، والديستال اند تتصل مع الديستال بارت اوف ذا فيبولا في الشكل هذا في الفيبولار نوتش، وتتصل مع التيلس اللي هي احد عظام القدم.